الخير مشاهدينا الكرام، عناوين النشرة الرئيسية. سدود المملكة نسبة ملء فاق 58% بفضل التساقطات المطرية والثلجية التي مكنت من انتعاش المخزون المائي والأنشطة الفلاحية. مشروع قطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء تقدم في مراحل الإنجاز، فقط 96% و74% على مستوى المحطات السككية الجديدة. مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة 6 رحلات داخلية وخارجية مكنت من تحقيق زيادة في عدد المسافرين بنسبة 59% السنة المنصرمة. معرض أبواب المغرب في أبوظبي حضور قوي لمنتوجات الصناعة التقليدية التي تثير إعجاب الزوار. أهلا بكم. بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة الذكرى 5 لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان. تحسن ملحوظ في الوضعية الهيدرولوجية بالمملكة بعد التساقطات المطرية والثلجية المهمة التي همت معظم جهات المملكة ما بين 26 فبراير و13 مارس الجاري، إذ تراوحت مقاييس الأمطار حسب الأحواض 200 و300 ملم بحوض طنجة، والأحواض المتوسطية الغربية 100 ملم و200 ملم بأحواض سابو اللوكوس سوس ماسا، أقل من ملمتر بأحواض أم ربيع أبي رقراق تنسيفت ملوية والأحواض المتوسطية الشرقية. أمطار أدت إلى تحسن ملحوظ في وضعية المخزون المائي وإلى ارتفاع نسبة ملء السدود، إذ تحسنت بأكثر من 17% وبلغت حاليا أكثر من 58%، مما سيمكن من تأمين حاجيات الماء الصالح للشرب خاصة بالنسبة للمدن والمراكز المزودة انطلاقا من السدود. أما على مستوى جهة مراكش أسفي، وصل حجم المياه الجوفية إلى 530 مليون متر مكعب، مما ساهم في انتعاش الفرشة المائية وتسريع مختلف العمليات الزراعية وتوفير الكلاء للمشية. ريبورتاج عبد الله شقر وعمر جليدي. فلاح جهة مراكش أسفي يواصلون مختلف العمليات الزراعية. المساحة المزروعة تصل إلى 700,000 هكتار، وأمطار الخير عبأت الجميع أملا في موسم فلاحي جيد. هذه المنطقة الناس قاع المحصول الزراعي جيد الحمد لله، المستوى الحبوب وعلى مستوى القطاني يعني هذا العام الناس عوضت للسنوات الفائتة. التساقطات المطرية أنعشت كذلك آمال الفلاحين بخصوص الموارد الكلائية والمراعي. بالجهة حوالي 5 ملايين رأس من أبقار وأغنام وماعز. وبالنسبة لهذا السنة هذه الحمد لله حتى الأعلاف الخافضات اللي كانت كتكلف واحد المبلغ خيالي على الفلاحة، كان واحد الانخفاض في العلف يعني جد مشجع للفلاح. الفلاح الحمد لله بداو كيحسوا بواحد الأمل. المياه الجوفية بعد التساقطات المطرية والثلجية المهمة تتجاوز 500 مليون متر مكعب، وثلث هذا الحجم يخصص للري. 4 شهور على الشتاء هود عدد الثلج من الإتواري وهود الواد الخضر والفرشة المائية هذا استفدنا منها، والأمور غادي الأمور بتحسنت بخير وعلى خير. الخضراوات والقطاني والحبوب مزروعات تستعد لتسجيل محاصيل وافرة في موسم فلاحي جيد مفتاحه تساقطات مهمة عرفتها جهة مراكش أسف. فلاحيا دائما، وبعد التساقطات المطرية الهامة التي عرفها إقليم صفرو، شرع الفلاحون في مباشرة المرحلة الوقائية لمعالجة زراعة الحبوب، مرحلة مهمة للرفع من الجودة والإنتاج. ريبورتاج نبيل قوميمي ومصطفى الزاهري.
بعد التساقطات المطرية الأخيرة في إقليم صفر التي بلغت 350 ملم عرفت المنطقة انتعاشا كبيرا على مستوى زراعة الحبوب والتي بلغت مساحتها المزروعة حوالي 45 ألف هكتار، أمر جعل هذه الزراعة تحظى بمعالجة استباقية تفاديا لأمراض فطرية. فلاح يقوم بهذه المعالجة اللي كتمكنه أنه يربح واحد اقتصاديا بالنسبة للحبوب دياله، بحيث يمكن له يربح من 14% إلى 30% إلى بدأ المعالجة قبل من ظهور الأمراض، خصوصا المرض ديال التبقع السبتوري ومرض ديال الصدى. هنا بمنطقة ابن ساد راس بودة التابعة لإقليم صفرو، فلاحون بدأوا في معالجة ضيعاتهم الفلاحية كمرحلة وقائية من أجل الرفع من الإنتاج والحفاظ على جودة الزرع، إنتاج قد يصل إلى 70 قنطار في الهكتار وبمعدل 35 قنطار في الهكتار في الأراضي البورية. هناك 8 قطارات كتعطي ما بين 50-55 قنطار في القطار، والبركة يعطي ما بين 200-250 بالة في القطار اللي كيعالج، كدير له حتى 20% ولا 25% اللي كيعالج على حق طريقه. ونظرا لأهمية هذه المرحلة الاستباقية لمعالجة الضيعات الفلاحية في الزيادة في الإنتاج، تقوم وزارة الفلاحة بدعم الفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية لدعم منتجي الحبوب بنسبة 30%. نتوقف اللحظة عند محاور الفقرة الاقتصادية لهذه النشرة مع ياسر العمراني. مساء الخير ياسر. مساء الخير نادية. إذن البداية بفعالية النسخة الثالثة للقاءات الإفريقية حول النجاعة الطاقية بالدار البيضاء. وهذا الملتقى سيهتم بالنجاعة الطاقية خاصة بالمجالة الترابية إلى جانب قطاع التمويل الأخضر. مساء الخير مشاهدينا الكرام. ملتقى النجاعة الطاقية إذن في نسخته الثالثة يهدف إلى إيجاد الحلول لاستغلال الطاقة المتجددة من جانب المقاولات من أجل مساهمتها في التنمية، دورة تشهد مشاركة العديد من المتخصصين على المستوى الوطني وكذلك المتخصصين في هذا المجال على المستوى الأجنبي، كما سنتابع في هذا الروبورتاج لإبراهيم أفاق وعاشور بن مسعود. الملتقى الإفريقي لنجاعة الطاقية في نسخته الثالثة سلط الضوء على التحديات الطاقية التي تواجه المقاولات بالقارة الإفريقية سواء في القطاعي العام والخاص. اليوم لا نتحدث عن النظري، نتحدث عن أمور عملية، كيف تمويل برامج ومشاريع وحلول النجاعة الطاقية، كيف يمكن أيضا أن تكون عندنا حلول النجاعة الطاقية، ثم في نفس الوقت مثل هذا اللقاء اللي هو لقاء إفريقي فيه تبادل التجارب بين الدول الإفريقية، ولا سيما أن إفريقيا الآن سوق كبير جدا واعد في مجال الطاقة. هذا الحدث إفريقي عرف مشاركة عدد من صناع القرار وخبراء وباحثين وفاعلين اقتصاديين. نتحدث كثيرا عن النجاعة الطاقية بالقارة الإفريقية وأيضا في جميع أنحاء العالم، وفي هذا اللقاء سنحاول البحث عن السبل الكفيلة لاستخدام الأمثل لنجاعة الطاقية في مجالات التنمية، وهذه المعادلة التي وجب إيجاد حلولها في هذا الملتقى. المغرب في قطاع النجاعة الطاقية يعتبر أحد الإجراءات الهامة التي يمكن أن تتخذ كنموذج وكتجربة من أجل الإيفاء بالالتزامات الخاصة بالدول الإفريقية تجاه اتفاق باريس. وسينكب المشاركون في أشغال هذا الملتقى على مناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بواقع تفعيل النجاعة الطاقية بالمجالات الترابية والإمكانيات وتقوية القدرات التمويل الأخضر بالمغرب. النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال في مشروع القطار الفائق السرعة بلغت 96%، وبالموازاة مع ذلك أوراش مفتوحة بمحطات القطار التي تتهيأ من أجل استقبال الوافد الجديد. زيارة ميدانية تم تنظيمها اليوم لكل من محطة القطار الرباط أجدال وكذا محطة الدار البيضاء المسافرين، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال نسبة 74%، كما سنتابع في روبورتاج بوش مع الحفاوي وعبد الإله مزاحم.
محطة الرباط أجدال للقطار الفائق السرعة كان اليوم وجهة لزيارة تفقدية لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك، زيارة مكنته من الوقوف على مستوى إنجاز أشغال هذه المحطة التي تعتبر الأكبر على المستوى الإفريقي، كما ستشكل معلمة عمرانية بالعاصمة الرباط مدينة الأنوار. من خلال هذه المحطة اللي هتكون أكبر محطة في المغرب وأكبر محطة في إفريقيا، المغرب تيدخل المجال ديال تكنولوجيا جديدة اللي هي القطارات الفائقة السرعة، لكن كذلك على مستوى الخدمات اللي غادي تخلي المواطنين يستفدوا من هذه الخدمات، لكن كذلك هذا المجال الحياتي يكون واحد المجال مستعمل عن طريق بطبيعة الحال المتاجر، عن طريق الفنادق. الجزء الثاني من هذه الزيارة شمل أيضا ورش محطة الدار البيضاء للمسافرين التي تواكب الرؤية المستقبلية في أفق 2020، محطة ستجعل من العاصمة الاقتصادية مركزا ماليا ودوليا حديثا، كما ستمكن من استقبال حوالي 20 مليون مسافر سنويا في أفق عام 2025. كنعملوا ليلة نهار باش على أساس إن شاء الله أن الأشغال تنتهي في غضون صيف 2018 باش تواكب القطار الفائق السرعة. المواصفات المحطة بحال اللي شفتوا هي مواصفات عالمية، فيها واحد مجموعة ديال المسائل اللي غترافق المسافر. ومع نهاية أشغال هذه المشاريع وبداية استغلالها خلال الصيف السنة الحالية، ستعرف شبكة النقل السككي ببلادنا تحولا هاما، مما سيعزز العرض السككي والرفع من جودة الخدمات وتقريب المدن بفضل تقليص مدة الرحلات، كما ستساهم في تطوير المنظومة الصناعية حول السكك الحديدية ودعم وتشجيع المقاولات على خلق القيمة المضافة وحماية البيئة. ضمن الفقرة كذلك، يسير مجال حركة النقل الجوي وتحديدا بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة شهد ارتفاعا ملحوظا على مستوى المسافرين. إذن حصيلة إيجابية لمطار الشريف الإدريسي بمدينة الحسيمة خلال سنة 2017، وهذه الحصيلة الإيجابية مشاهدينا تمثلت أساسا في تسجيل عبور 73 ألف مسافر خلال سنة 2017 بزيادة بلغت 59% بالمقارنة مع سنة 2016. هذه نسبة ساهمت فيها الخطوط الثلاثة الداخلية والخارجية التي يوفرها المطار. ريبورتاج في الموضوع لعبد الحميد جبران، عبد الهادي سكيوي وحياة فخري. في منطقة صعبة التضاريس كإقليم الحسيمة، بات الكثير من أهل المدينة وزوارها يفضلون النقل الجوي عبر مطار الشريف الإدريسي من وإلى وجهات وطنية وأجنبية، كما هو الحال بالنسبة لهذا الزوج الفرنسي المتجه نحو مدينة الدار البيضاء بعد زيارته للمدينة. نزور مدينة الحسيمة لأول مرة، وجدناها رائعة، كما أن بنية وخدمة المطار جيدة. لاحظنا سهولة السفر بالمطار خلال مجيئنا من الدار البيضاء، واليوم نحن في رحلة الإياب حيث سنتوقف بمطار تطوان. الرحلات الداخلية بالمغرب تطورت، فقط نتمنى أن تصير الرحلات يومية. وحتى بالنسبة للمسافرين المغاربة، ففي الرحلات الجوية الرابطة بين الحسيمة وباقي المدن ربح للجهد والوقت. من كازا للحسيمة دونك سا برون بليز اوموان 10 سوايع، دونك حنا درنا نسكال تطوان وجينا لهنايا ودونك درنا اون اور ادمي دونك ساعة ونص. المطار يشهد خلال السنوات الأخيرة نموا متزايدا على مستوى حركة المسافرين، وحصيلة السنة الفارطة كانت إيجابية. تم تسجيل حوالي 73 ألف مسافر سنة 2017، أي بزيادة 59% مقارنة مع 2016، وهذا الانتعاش جات بفضل الرحلة الجوية الداخلية والرحلة الجوية الخارجية كذلك، بحيث تم ضمان رحلتين أسبوعيتين دوليتين على طول سنة 2017، وكذلك إضافة رحلة جوية ثالثة. وتتوفر الحسيمة حاليا على ثلاثة خطوط جوية داخلية تربطها بكل من الدار البيضاء وطنجة وتطوان، ومثلها من الرحلات الخارجية مع مدن بروكسل وأمستردام وروتردام، خطوط تروم تعزيز مكانة الإقليم كقبلة للسياح والمستثمرين المغاربة والأجانب.
بالرباط انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك. الدورة تمتد على مدى 4 أيام وهي فرصة لمناقشة الرهانات المرتبطة بضمان حماية المستهلك. حسن الطبعي ومحمد النصيري. الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك مناسبة للوقوف على حصيلة مجال كان وما يزال يستأثر بالاهتمام بالنظر إلى ارتباطه بالحياة اليومية للمواطن. قوانين ومنظومة مراقبة تم وضعها لضمان حقوق المستهلك. حماية المستهلك ماشي غير فقط كلام، ترسانة قانونية أولا، ثانيا آليات للحماية واللي احنا عازمين عليها كوزارة إن شاء الله وبتشارك مع الفيدراليات من أجل أن يكون هناك يعني في القريب العاجل استراتيجية عملية واقعية. وتعزيزا لحماية المستهلك سخرت وسائل ترتبط بالإعلام واستقبال الشكايات عبر بوابة المستهلك في مجالات متعددة. الهيئة عندها واحد الدور اللي عطاها لها القانون اللي كيمكنها من انها تعالج شكايات المستهلكين وشكايات المؤمنين لهم. وفي هذا الإطار في 2017 عالجنا ما يقرب 1615 شكاية، و 80% من هذه الشكايات تم معالجتها في صالح المؤمنين لهم. يظل الهدف متمثلا في الاستفادة من كافة المكتسبات ورفع وتيرة المنجزات من أجل الارتقاء بالمعايير الخاصة بحماية المستهلك وتحسين الثقافة الاستهلاكية. ورش يتطلب تضافر جهود كل المتدخلين من مؤسسات عمومية ومجتمع مدني ضمن مقاربة تشاركية. أما الآن فنتابع نسب المحققة من جانب بورصة الدار البيضاء في ثاني تداولات هذا الأسبوع، إلى جانبها المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات. بهذا إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم. أما الآن فنعود إلى نادية. شكرا لك ياسر. في موضوع آخر، أكدت وزارة الداخلية انطلاقا من صلاحياتها القانونية على أحقيتها في إعمال القانون بمدينة جرادة من خلال منع تظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين. وقالت الوزارة في بلاغ لها أنه بالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة لمعالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، تأبى بعض الفئات إلا أن تضع هذه المجهودات على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام للمقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة. وذكر البلاغ أنه إيمانا منها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة،
حرصت الحكومة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة السيد رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري هام للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018. ونظرا لأهمية وجدية هذه الإجراءات يشير البلاغ، فقد أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم. بالرباط، أجرى اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريتا مباحثات مع وفد برلماني نيجيري يزور بلادنا حاليا، ويرأسه سامويل أوكون إيكو رئيس لجنة العلاقات البرلمانية الدولية بالمؤسسة التشريعية النيجيرية. وتمحورت هذه المباحثات حول الإسهامات والمبادرات التشريعية التي من شأنها تأمين وضمان تنفيذ مختلف الاتفاقات التي تجمع البلدين. لقاء المماثل جمع المسؤول النيجيري مع رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب يوسف غربي. وعبر الوفد النيجيري عن رغبة بلاده في تقوية العلاقات وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين لكلا البلدين. جهود المملكة المغربية لتعزيز حقوق النساء والفتيات بالعالم القروي طرحت بنيويورك ضمن فعالية الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وشاركت فيها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسمة الحقاوي. وفاء اليعقوبي. السيدة بسيمة الحقاوي عرضت حزمة من الخدمات الاجتماعية المقدمة للمرأة القروية بالمغرب، كإنشاء العديد من دور الأمومة لتقليص وفيات الأمهات والرضع، وكذا دور الطالبة للحد من الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، دون إغفال آخر قانون تم إصداره مؤخرا حول العنف ضد النساء بكل أنواعه. يمكننا اليوم أن نتكفل بالمرأة المعنفة وأن نقوم كذلك بما تحتاج إليه من حماية ضرورية للمرأة. أما فيما يتعلق، كما أشارت السيدة الوزيرة إلى معاناة المرأة القروية من العنف الاقتصادي. المرأة في القرى تشتغل زيادة على أعمال البيت في الفلاحة والزراعة والتربية الماشية بنسبة 93%، لكن بدون مقابل مادي. أكثر هذه الأعمال التي تقوم بها ليس عليها أي أجر، لأنها تشتغل بذلك في استغلاليات عائلية وفي أعمال مرتبطة بدخل الأسرة وليس مرتبطة بدخلها الخاص. يسعى المتدخلون في هذه الدورة إلى التعبئة والتخطيط لتعزيز المساواة بين الجنسين، مع التركيز على إنصاف المرأة القروية، وذلك من خلال منحها الحق في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. نفتح ملف الأخبار الدولية بتداعيات محاولة الاغتيال التي استهدفت اليوم موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة لواء ماجد فرج في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة. وعلى خلفية هذا التفجير طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتمكين الحكومة من تحمل المسؤولية الأمنية في قطاع غزة. بموجب أول عملية إجلاء طبي غادر مدنيون مرضى وجرحى معقلا تسيطر عليه المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، وذلك منذ أكبر هجوم بدأ على المنطقة قبل حوالي شهر. عبدها بكاراتي.
واصلت القوات النظامية هجومها على الغوطة الشرقية حيث سيطرت على أراضي حول بلدة جسرين. في ظل ذلك أعلن كل من النظام والمعارضة خروج 1000 مدني من المرضى والجرحى من جيب صغير تسيطر عليه المعارضة بموجب أول عملية إجلاء طبي منذ هجوم القوات النظامية على الغوطة الشرقية في 18 من فبراير الماضي، والذي أسفر عن مقتل أزيد من 1100 شخص وإصابة 4000 آخرين. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن حافلات كبيرة ترافقها أخرى صغيرة وعلى متنها أكثر من 1000 شخص، بينهم أزيد من 300 مسلح وأفراد أسرهم غادروا حي القدم في اتجاه محافظة إدلب. وعملية الإجلاء هاته تدخل في إطار حملة حكومية لإخضاع جميع المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة دمشق، وتتمثل هذه الحملة في فرض حصار على الغوطة وشن غارات جوية وهجمات برية قبل توفير ممر آمن لخروج مقاتلي المعارضة الذين يوافقون على الانسحاب كما حدث من قبل في حلب في عام 2016. سياسيا أعلنت الولايات المتحدة أنها أعدت مشروع قرار جديد لمجلس الأمن يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا لمدة شهر بعد فشل القرار السابق. وبشمال سوريا طوق الجيش التركي مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في تقدم كبير للهجوم التركي على المقاتلين الأكراد عبر حدود تركيا الجنوبية، وضع من شأنه أن يفاقم معاناة عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين. باليمن 36 قتلى و30 جريحا في تفجير نفذه انتحاري كان يقود سيارة مفخخة مستهدفا مقرا أمنيا في مدينة عدن الجنوبية، وتبنى تنظيم داعش هذا الهجوم. أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون وعين المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبو مكانها. وزير الخارجية المقال عاد فجر اليوم من جولة إفريقية، ويرى محللون أن الرئيس الأمريكي أراد تغيير فريقه استعدادا لبدء محادثات مع كوريا الشمالية شهر ماي المقبل. بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني في ذكراه الرابعة، نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لقاء إعلاميا قدمت خلاله ما أنجز من الأوراش، لسيما الورش المتعلق بتنزيل أحكام دستور 2011 فيما يرتبط بالمجتمع المدني. رشيد يكن وعبد العلي أياد. بعد أن فتحت سنة 2017 العديد من الأوراش وتحقيق حزمة من الإنجازات الدالة والهامة في مجال العناية بالمجتمع المدني ودعم قدراته الذاتية والتنظيمية، فقد وقف اللقاء الإعلامي المنظم بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني على حصيلة ما تم إنجازه، ثم استعراض البرامج المستقبلية بما فيها تطوير الموارد المالية لتمويل الجمعيات وإدراجها في إطار نظام الحسبة الوطنية، ثم تعزيز قدراتها في مجال صيانة الأمن المجتمعي. 2018 هي سنة مفصلية، لأنه بعد اعتماد القوانين التنظيمية والمراسيم التي صدرت لتطبيق أحكامها في هذه 3 سنوات الأخيرة، اليوم نحن إزاء تحديات التنزيل، ولهذا أطلقنا برنامج وطني لتكوين وتكوين المكونين وتعزيز قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية. أيضا تم إطلاق برنامج يهم دور المجتمع المدني في تجديد النموذج التنموي لبلدنا باعتبار الجمعيات رافعة للتنمية. الترافع المدني حول القضية الوطنية واحدة من المهام المنوطة بالمجتمع المدني من خلال إحداث منصة رقمية مفتوحة للتكوين تمكن المنخرط فيها من برنامج متكامل للتكوين عن بعد حول القضية الوطنية. سنة 2017 عرفت أيضا فتح ورش إعداد القوانين المتعلقة بالجمعيات، يهم أساسا ملائمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور والإطار القانوني الخاص بالتشاور العمومي والتطوع التعاقدي، ثم إعداد قانون خاص بالإحسان العمومي. وجهتنا الآن أبو ظبي، منتوجات الصناعة التقليدية حاضرة في معرض المغرب الذي لازالت فعاليته متواصلة حتى 19 من الشهر الجاري. أروقة تقدم ما أبدعته يد الصانع المغربي مع تتمين للمنتوج الحرفي التقليدي بلمسة معاصرة. من أبو ظبي ربورتاج عبد الرحيم بن شيخي وعبد العلي أياد. كانت الحرف وما تزال بالمغرب بوابة نحو تاريخ وحضارة بهذا الغرب أو المحيط،
وبالخليج كان عرض حي للحرفة وصانعها أو المعلم وما تعلم. كل ما طوع من مواد وإن اختلفت ليونتها صار محببا للنظر، وإعادة النظر متعة. تراث قديم لكنه ينتج أمام أعين الزوار، مما يجعله قريبا إلى حواسهم. تراث قديم هذه مستعمل في المساجد، في الباهية مثلا، وفي القصور. قديم هذه الحرفة، هذه الحرفة تقريبا بدأت دابا شوية، بدأت تقريبا باطن القرض. نحاول نحيوها من خلال نعرفوا بها المعارض. هي روحي، هي قلبي، كتمثل شعار بلادي، خضر حمر الحمد لله، ومن الصناعات اللي عندها إقبال تبارك الله في أبو ظبي. هناك تجاوب مع العصر، هناك تجاوب مع الذوق ديال الزبناء، هناك تجاوب مع السوق الأوروبية اللي هي أننا خصنا، والسوق الدولية كذلك أننا خصنا نواكب الذوق ديال الزبناء، على أساس أننا باش يكون عند واحد الواقع التجاري وواحد الواقع لخلق الثروة في هذا القطاع اللي هو قطاع منتج وقطاع اجتماعي بامتياز. فضاء متعدد يغطي مناحي الحياة، لأن الحرفة في عمقها حياة أخرى لمادة طوعت من أجل إخراج أجمل ما فيها. بدقة متناهية نبع من حضارة عميقة وشامخة البنيان. والله المعرض رائع من كل الجوانب، في كافة الثقافة المغربية الممكن الواحد يتوقعها. المغرب بثقافته وبحضارته بجغرافيته متواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأنا صراحة كزائر لهذا المعرض أرحب بكل الناس اللي ممكن يزورون هذا المعرض ويتعرفون على الثقافة المغربية المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. عالي، أنا حضرت السنة اللي طافت، حضرت السنة ما شاء الله أفضل عن السنة اللي طافت، في تنوع كثير، وإن شاء الله كل سنة تكونوا موجودين هنا، فمرحبا بكم في دولة الإمارات. ومن المادة إلى التراث اللامادي في تمشيط يشمل كافة مناحي التنوع الفني المغربي، وبه تعددت أبواب المغرب في أبو ظبي. ارتباطا بقطاع الصناعة التقليدية، النساء يمثلن 54% من أعضاء التعاونيات العاملة في القطاع الذي يساهم إلى جانب قطاع الاقتصاد الاجتماعي بقسط مهم في إدماج المرأة في الحياة العامة. معطيات طرحت خلال لقاء تواصل نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار الإعلامية شريكة الصانعة الحرفية. خديجة زروال وعبد الرحيم فيلول. تمثل النساء في أنشطة الصناعة التقليدية 13% من مناصب الشغل، وبعدد تقريبي يبلغ 160 ألف صانعة تقليدية، رقم يبرز أهمية هذا القطاع والمكانة التي تحتلها المرأة في أنشطة الصناعة التقليدية وأنشطة الاقتصاد الاجتماعي. هذا احتفال ديال عيد المرأة صراحة يحفزنا ويزيدنا، يشجعنا أكثر، وغيعطي له واحد القوة بالنسبة للمرأة خصوصا القروية، لأن هذه تعاونية نسوية وكان مثل 72 مرأة. فرحنا بروسنا ملي ولات المرأة عندها واحد الحق، عندها واحد الكبر، وما كنا احنا ضاعنا الحق ديالنا، ما كيعتبروا بينا، ما عندنا الحق، تنشد غير نص حق. دابا ولينا بحالنا بحال الرجال الحمد لله. المرأة الصانعة محترمة، وكذلك حتى بالنسبة للدور نتاع العمل كتفرض وجودها، وخصوصا هي سفيرة نتاع الصناعة التقليدية. الإعلامية شركة الصانعة الحرفية والمتعاونة في تنمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، شعار اعتمد في هذا اللقاء التواصلي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. سنطلق من خلالها مبادرة لسميناها إعلاميات في خدمة حرفيات. هذه المبادرة هي أنه اليوم باش لمزيد من التعريف بهذه النساء ومزيد من الاحتفاء بهم الدائم، ماشي احتفاء مؤقت، نحتاج إلى دعم إعلامي للتعريف بتجارب هذه النساء، تعريف بمنتجاتهم. على هامش هذا اللقاء نظم معرض تشارك فيه حوالي 20 تعاونية تمثل مختلف الحرف التقليدية. النساء يشغلن أزيد من 37% من مناصب المسؤولية في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير. واعترافا بمختلف الإنجازات التي قمنا بها، نظم حفل للاحتفاء بموظفات هذا القطاع اختير له شعار تكريم المرأة اعتراف اليوم واستحقاق الغد.
الاحتفاء بثامن مارس بفاس اتخذ شكلا آخر، ندوة علمية لمناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء. نبيلة كوميمي ومصطفى الزهيري. من مدينة فاس العاصمة العلمية نقول نساؤنا إنسانيتنا، شعار اللقاء الاحتفالي لجمعية قافلة نور الصدقة للتنمية الاجتماعية. لقاء يضم ندوة علمية لمناقشة قانون 1303 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ودور المجتمع المدني في التفاعل معه. وهذا جد مهم بالنسبة لنا، لأن هذا القانون هو تكلف الآلاف ديال الضحايا كل سنة، وإحنا بغينا يتنزل بسرعة لأن انتظرناه كثير. هذا القانون هذا هو اللي يعطي واحد الدفعة قوية لمحاربة العنف ضد النساء عن طريق يعني تحديد ديال المفهوم ديال العنف. فبالإضافة إلى الوقوف أمام المجهودات المبذولة لإرساء آليات المحاربة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، تم تكريم مجموعة من الشخصيات الدبلوماسية ووجوه من المجتمع المدني ونساء مغربيات رائدات. أتمنى أن المرأة دائما في المقدمة والازدهار والعطاء إن شاء الله، والمرأة الكويتية والمغربية مكملين البعض. ونعتبر هذا التكريم تشريف وتكليف لكل امرأة عربية وأجنبية في كل بقاع العالم. لقاء بطعم عربي احتفلت فيه المرأة الفاسية بيومها العالمي، حيث تكلمت عن حقها المشروع لمناهضة العنف ضد المرأة لكل فعل مادي أو معنوي أو التمييز بين الجنسين الذي يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي. معاناة المرأة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي في صدارة اهتمام المغاربة عامة والمرأة المغربية على الخصوص. تضامن مطلق مع المرأة الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عنوان اللقاء الذي نظمته سفارة فلسطين بالرباط. خالد الأحمدي وعبد الرحيم فيلول. العدالة الغائبة عنوان فيلم وثائقي تم عرضه بمناسبة الاحتفاء بالمرأة الفلسطينية. الفيلم يجسد جزءا من معاناة النساء الفلسطينيات وكفاحهن لمواجهة الاحتلال الصهيوني الذي يسلبهن أبسط حقوقهن، معاناة سعت المرأة المغربية ولا تزال إلى التخفيف من حدتها، فكيف ذلك؟ بتضامنها بمواقفها سواء في المستوى على المستوى المحافل الدولية، على المستوى الوطني، على مستوى العلاقات، في كل المستويات. دعم النساء المغربيات للمرأة الفلسطينية يثمنه الجانب الفلسطيني من خلال تكريم بعض الفاعلات الجمعويات. تأينا أن نقدر في هذا اليوم أو أن نكرم يعني عدد من النساء المغربيات اللواتي ساهمنا ودعمنا القضية الفلسطينية. اللقاء للاحتفاء بالمرأة الفلسطينية شكل فرصة لمطالبة المجتمع الدولي برفع الظلم عنها، فرغم كل أشكال القمع والقهر الفلسطينية تسجل أبهى صور الصمود الأسطوري في وجه أشرس احتلال عرفه التاريخ الإنساني. حملة وطنية للتلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي من نوع باء. الحملة أطلقت اليوم بالسجن المحلي العرجة 2 بسلا لفائدة موظفي هذه المؤسسة السجنية. وصل إمغري وعبد الفتاح الزوين. بالسجن المحلي العرجة 2 حيث أعطيت انطلاقة الحملة الوطنية للتلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي باء، حملة طبية استفاد منها موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. الهباتيت بي اللي كنعرفوه فيروس خطير، المبادرة القصة حسن للموظفين إن شاء الله على أمل الحصة الثانية والثالثة. هذه المبادرة احنا جد سعداء بها، لأن أطباء كلهم يعني قدموا لنا توضيحات. هذا التلقيح بالنسبة لنا احنا مهم بزاف، لأنه كيحمينا من جميع الأمراض. هذه بادرة طيبة من طرف المندوبية اللي كتراعي الموظفين ديالها، وكتهلا فيهم بهذا العمل الطيب، وأعتقد أن هذا التلقيح تلقينا بزاف الحوايج. وخلال هذه الحملة الطبية تم إعطاء توضيحات لفائدة موظفي هذه المؤسسة السجنية بهدف تحسيسهم بخطورة هذا الفيروس الكبدي وكيفية الوقاية منه.
وهذه الحملة هذه كتهم جميع المؤسسات الجنية وكتهم جميع الموظفين بما فيهم الطاقم الطبي والشبه الطبي والموظفين الآخرين، واللي غدار 3 جرعات لكل موظف. الجرعة الأولى هي هذا اليوم هذا، والجرعة الثانية تكون بعد شهر، والجرعة الثالثة تكون بعد 3 شهور. وللإشارة في هذه الحملة الطبية تندرج ضمن استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع وزارة الصحة الرامية إلى تمكين موظفيها من الخدمات الطبية. تتواصل بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أطوار الجلسة العلنية بالاستماع إلى أحد المتهمين المتابعين على خلفية أحداث مدينة الحسيمة حسب التهم المنسوبة إليها، وعرضت أشرطة مصورة وصور ومكالمات هاتفية مرتبطة بهذه الأحداث. شهدت مدينة الصويرة السباق النسوي على الطريق في دورته الرابعة. نساء من مختلف الأعمار والجنسيات شاركنا في هذه التظاهرة الرياضية. سكينة الإدريسي وعبد الغني الطهراوي. هواة وممارسات، فتيات ومسنات، كنا على موعد مع التحدي بمدينة الصويرة. 1500 عداء من ضمنهم 600 عداءة من 3 دول أوروبية مختلفة تنافسوا للظفر باللقب الذي عاد لمتسابقة تتحدر من المدينة المحتضنة للسباق بعد اجتيازها لمسافة 4000 متر. كان السباق في المستوى، كانوا معايا عداءات قويات الحمد لله قدرت نتغلب عليهم، وهذا من بعد التمارين الشاقة اليومية. وتبارك الله كان السباق في المستوى، وكنشكر جميع المنظمين هذا السباق، وكنحيي جميع النساء. كنشارك ديما في هذه الرياضه، شارك في الدوره الاولى والدوره الثانيه والدوره الثالثه وهذه هي الدوره الرابعه. والرياضه مهمه رغم عمري الكبير 60. فعالية الدورة الرابعة للسباق النسوي على الطريق جاءت بالجديد، وجديدها إشراك 900 ممارس من الفتيات والفتيان البالغين أقل من 12 سنة، بالإضافة إلى مشاركة سياح مدينة الصويرة. الدورة الرابعة للسباق على الطريق عرفت نجاح كبير الحمد لله، لا من ناحية الكم ديال الحضور الدائم، وصلنا هذه السنة أكثر من 1500 مشارك. التتويجات حضروا معنا أبطال اللي هم تفوزوا بسباقات على المستوى الوطني والمستوى الدولي. تنظيم هذه التظاهرة الرياضية حسب المنظمين سطرت أهدافا تكمن في تشجيع الفتاة على ممارسة الرياضة، وتوعية الأباء بضرورة حث الشباب واطلاعهم على أهمية الرياضة، إلى جانب اكتشاف المواهب الشابة وتأهيلهم ليصبحوا أبطال المستقبل. بعد هذه النشرة يتجدد الموعد مع البرنامج المباشر قضايا وأراء. موضوع حلقة هذا المساء واقع الأسرة والطفولة بالمغرب والأدوار التي يمكن أن يلعبها المجلس الاستشاري الأسرة والطفولة من أجل سياسة عمومية مندمجة في مجال الأسرة والطفولة. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن العدوي وإخراج سلف سريعي. نذكر بالعناوين: سدود المملكة نسبة ملء فاق 58% بفضل التساقطات المطرية والثلجية التي مكنت من انتعاش المخزون المائي والأنشطة الفلاحية. مشروع القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء، تقدم في مراحل الإنجاز، فاقت 96% و74% على مستوى المحطات السككية الجديدة. مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة 6 رحلات داخلية وخارجية مكنت من تحقيق زيادة في عدد المسافرين بنسبة 59% السنة المنصرمة. معرض المغرب في أبوظبي حضور قوي لمنتوجات الصناعة التقليدية التي تثير إعجاب الزوار. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.